انت بتتكلم على الجزء الاولاني اللي هو المربع اللي فوق، الاهلي مغردا بمفرده، تمام وبعدين بيراميدز فيوتشر الزمالك. تمام انا عايز اروح للزمالك. الزمالك يا كابتن بيقدم موسم من المواسم الصعبة اللي مرت عليه، يمكن الأداء في خلال المباريات الأخيرة ما كانش على المستوى الفني العالي اللي الناس مستنياه. مش شرط يا كابتن ان انت تاخد البطولة كل سنة، ومش شرط ان انت تبقى، بس على الأقل لازم اظهر بمستوى متميز في المباريات اللي انا بلعبها يليق باسمك بالظبط. الكبير. انما الماتشات الاخيره كان الاداء ما كانش على المستوى الفني، كل الناس كانت حزينه من المستوى الفني اللي كان بيقدمه لاعيبه نادي الزمالك، والامر خاص بفكر جهاز فني جديد ولاعيبه مش قادره تستوعب ولا تنفذ بالصوره اللازمه الكامله، وبقت بتلعب تحت الضغط وهي خايفه فبتغلط تغلط. يعني اللعيب دايما لما يخش في قلبه نسبه الخوف فبيؤدي بصوره، بياخد قرارات غلط كتير، فتلاقي ان دخل في الزمالك اهداف ما كانش ينفع انها تخش في فرقه بحجم نادي الزمالك. وعلى المستوى الهجومي كان الاداء الهجومي ما كانش بيخلق عدد من الفرص في المباريات اللي يقدر يسجل منها اي عدد من الاهداف، عشان كده كان بيخرج بنتيجه سلبيه في بعض اللقاءات. يمكن مباراه النهارده كانت مباراه هي وطلائع الجيش، مع ان موقف الطلائع صعب جدا، على انها مباراه كانت ماشيه في الاطار العادي لغايه الدقيقه 80. بدات تتحول من الدقيقه 80 ان الجيش عايز يهاجم بشراسه وان الزمالك عايز يفوز، فاصبحت المباراه اتلخصت في 10 دقائق الاخر. فاتمنى طب من وجهه نظر كابتن بسيوني، المشكله في نادي الزمالك فيما يتعلق بنتائجه زي ما انت تفضلت اللي لا تليق باسم نادي الزمالك. تمام. هل هي مشكلة مدير فني عايز يفرض أفكار غير مناسبة، ولا مشكلة لعيبة لا تقدر التيشيرت، ولا هي دي إمكانيات وقدرات اللعيبة؟ يعني عايزك تديني روشتة كده. هقول لحضرتك يا كابتن، لو شفنا اللعيبة اللي مشت من نادي الزمالك وقدراتها الفنية العالية الكبيرة، هتلاقي يا كابتن اللي مشي من نادي الزمالك ناس كبيرة وكانت بتضيف، مش لنادي الزمالك، كانت بتضيف للدوري المصري. طارق يعني حامد، بنتكلم في طارق حامد، بن شرقي، في بن شرقي، في كان يوسف اوباما، كان امام عاشور، كانت لعيبه اقوياء. اللعيبه اللي جت لعيبه مميزه في الانديه كلها، ولعيبه كابتن يعني نادي الزمالك جاب اللعيبه المميزه اللي كانت على السطح في اللي هي ظاهره في انديتها، فطبعا يمكن ادائهم مع نادي الزمالك مع اختلاف المدارس التدريبيه ما ادهمش الظهور بالصوره الفنية العالية اللي كانت الناس بتأمل ان يبقى عليها. حتى اتأخر حتى مصطفى شلبي في الظهور بالمستوى الفني العالي بتاعه اللي لسه قايم يظهر بيه في خلال الفترة الأخيرة. صحيح. فخد وقت، فطبعا الأفكار الفنية مع اللي تفرضها على الفريق وهو مش قادر ينفذ بتاخد منك وقت وتاخد منك مجهود. بتكلم دلوقتي على المدرب. بتكلم على المدرب، لأن المدرب اللي جه بيشتغل بفكر جديد جدا. اللعيبه اللي موجوده مش لسه استوعبت الفكر ده، مع هبوط في المستوى الفني العام للاعبين، مع عدد من النتائج السلبيه اثر على الاداء العام. ده انا بتكلم في المناطق الفنيه فقط لا غير. ما احنا بنتكلم فنيا طبعا. طيب فيما يتعلق بالجزء الهجومي في نادي الزمالك، انت شايف ان شيكابالا لو انت الكوتش تبدا بيه المباراه، ولا تضعه على الدكة كاحتياط استراتيجي قوي؟ ده احتياط استراتيجي قوي يا كابتن، ويقدر ينزل يغير لي من نتيجة اللقاءات. ما تبدأش بيه. ما بدأش ليه يا كابتن، لأن دايما الفرق لما بتبدأ بكامل بدنيتها وبكامل قواها وبتبقى حايزة من بداية اللقاء، توصل لمرحلة هي كل فرقة عايزة، يعني فرقة جاية بتتكتل دفاعيا وبتبذل مجهود كبير في الدفاع. لما ينزل مثلا في الجزء الاخير من اللقاء فبيبقى اللعيبه وصلت من المرحله البدنيه خدت منها كتير، فبالتالي المنافس فبالتالي بيبقى عندك افضليه ان انا نازل بكامل لياقتي، عندي مهاراتي الفرديه العاليه، ان انا وده عمله شيكابالا في مباريات كتير جدا، انه اضاف لما نزل كاحتياطي ونزل للفريق اضاف، لان شيكابالا من اللعيبه اللي عندها الحلول الفرديه العاليه اللي بيتطلبها المباريات في بعض من الاوقات. والمدير الفني بيحتاج نوعيه من نوعيه شيكابالا. بس لازم اختار له التوقيت المناسب اللي ينزل يضيف لي فيه ويضيف للفريق. بالظبط بالظبط. كان انت حتى وانت بتدرب طلائع الجيش كان عندك مثلا عمرو السيسي، كان مميز جدا. ايوه كده.
كان عندي في وسط الملعب عمرو سيسي ومهند، الاثنين بيكملوا بعض. آه. انما لما اجي في مع نادي الزمالك العب عمرو السيسي ودونجا، مهند راح فيوتشر، ودونجا، والاثنين يا كابتن عندهم نفس الطباع ونفس المميزات، فاذا انا ما عملتش اضافه لنص الملعب. فلازم لما احط واحد من 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 دونجا او بالسيسي لازم يكون واحد معاه من اللي بيلعب اللعب الكره الطوليه الاماميه، واللي يقدر يطلع يكمل مع المهاجمين واللي كورته بتبقى على. كان ده بيتعمل لما يبقى طارق حامد وفرجاني موجود، الاثنين كانوا بيكملوا بعض. انما لما احط الاثنين بنفس المستوى بنفس الاداء وبنفس الشكل، فانا خاسر الاثنين في البطوله، كاني واحد بيلعب ووسط الملعب بيروح منه. فطبعا الامور دي المدير الفني لازم ياخد باله منها، اخد بالي من نوعيه اللعيبه اللي عندي عشان اقدر احط التكتيك المناسب للعيبه للامكانيات. ما انا ممكن يا كابتن انا عايز افرض فكر واللعيبه مش قادره تنفذه ليه بالظبط، فبالتالي لا اللعيب هيقدر ينفذ ويديني اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت النتائج السلبيه هتاثر على الاداء ككل، وتاثر عليا كمدرب، وتاثر على اللعيبه جوه الملعب، خصوصا نادي جماهيري كبير بالظبط، ولا يقبل غير بالفوز في كل المباريات. طبعا. فبالتالي مهم جدا جدا ان انا اعرف امكانيات اللعيبه اللي عندي. لو انت انما خط الهجوم يا كابتن في نادي الزمالك يمكن ما بيبقاش، لما ببدا بواحد ويعني مثلا لو بدات بسيف مع تحتيه الناس ما بيبقوش مديين لي الافضليه الكامله، خاصه ان انا لما اكون بلعب بباكين عندهم بيشتغلوا الكور العرضيه كويس جدا. فلما اشتغل بده انا يعني مثلا وانا في طلاع الجيش يا كابتن كان عندي ناصر منسي وكان عندي عمرو جمال وعايز استفيد من الاثنين، فكنت بلعب عمرو جمال رقم 9 وكنت بلعب ناصر هاب، بحيث ان الكوره لما تبقى معانا ناصر يخش على طول في ال 18 علشان اقدر استغل يبقى عندي ناس بتلعب بدماغها كويس جدا في الكوره العرضيه. ما يبقاش عندي مهاجم واحد والعب له كوره عرضيه، لازم يبقى عندي اثنين مهاجم مع الهاب العكسي. الزمالك واحد في الزمالك واحد اللي هو يا الجزيري اللي هو يا الجزيري يا ناصر. واما الافريقي اللي هو كينولا سامسون بصراحه يعني ما اداناش مردود فني خالص في خلال الفترات اللي هو. لو انت كوتش للزمالك السنه الجايه تطلب تدعيم في اي مركز؟ في كل المراكز. في كل المراكز؟ في ال 11 مركز؟ لا مش في ال 11 مركز يا كابتن. يعني في خط الهجوم محتاج مهاجم سوبر يقدر يستثمر لكل الفرص. يعني نوعية مابولول وكابتن في نادي الاتحاد السكندري مهاجم شرس بيقدر يستغل أنصاف الفرص. في وسط الملعب محتاج بليميكر كويس جدا يقدر، وسيف جعفر لما هياخد مباريات كتيرة ممكن يقدر يقوم بالدور ده. بس لازم يلعب كتير. لازم يلعب كتير وياخد مباريات كتير. في نفس الوقت محتاج خط ظهر يا كابتن، محتاج مدافعين اقوياء. بقول له فعلا هو على فكره هداف دلوقتي عنده 14 هدف. هداف يا كابتن بقاله سنتين. بقاله واهدافه يا كابتن بص حضرتك يمينه شغال، شماله شغال، دماغه شغال، تحركاته ياخد الكره من لمسه واحده، لمسه ولعبه. لا يعني انا لو شفت لو جابوا الهاتريك اللي له في طلاع الجيش يا كابتن جاب هدفين من الاهداف الصعبه جدا اللي مش اي واحد يقدر يعملها. فبالتالي ده نوعيه لعيبه محتاجها نادي الزمالك، محتاج خط الظهر تدعمات قويه. يعني انت شايف ان مابولول تحديدا ممكن؟ انا بقول نوعيه. انا لا اصل في كلام ان الوكيل بتاعه كان بيتكلم امبارح بيقول انه الاهلي طالب والزمالك طالب، الله اعلم. والله انا ما اعرف يا كابتن، انا بتكلم عن رؤيه. انت شايف ان هو ينفع؟ طبعا يا كابتن. او نوعيته؟ طبعا يا كابتن. اتفضل. لان واحد من اللعيبه اللي بقاله سنتين محافظ على منافسته على هداف الدوري بالظبط، وخاصة انت لا بتلعب في اهلي ولا بتلعب في زمالك، يعني انت معظم الوقت. بص يا كابتن شوف الهدف ده يا كابتن اللي هو جابه في الجيش من الاهداف الصعبة الصعبة. بص يا كابتن بص الكرة هتجيله ازاي، خدها على وضعها. بص يا كابتن بشماله، بص روعة. مش اي حد ياخد الكرة كده طبعا، مش اي حد طبعا. ومجرد التفكير في القرار يا كابتن لوحده ده حاجة احنا بنسمينها احنا كمدربين. ان مش اي حد، واحد تاني ممكن ايه يستلم يطلع اللعيب اللي جنبه اللي هو فاضي زبط. يفكر تفكيرات تانية، انما ده ما فكرش، هو بشماله عارف هو عايز ايه. بص يا كابتن ورايح طلقة. شوف الجون التالت بقى يا كابتن، الهدف التالت نفس النوعية برضو خدها واحدة مش ضربة الجزاء، الهدف الثالث برضو من نوعية الأهداف الصعبة برضو اللي. فبالتالي ده قدام عينيك بيلعب في فريق متوسط زي نادي الاتحاد السكندري في وسط الجدول، ورغم ذلك هو هداف الدوري. البعض يا كابتن بسيوني يتحدث انه اللعيبة دي، انا اشوف برضو الهدف اللي انت طالبه ده
برضه بتاع ما بيقولوا الهدف الثالث. بص يا كابتن، واحده وبرضه بشمال بشمال وبرضه بشمال، مع انه مش هشمال.